الشور في نصرة منهج آل الرسول بمناسبة ذكرى وفاة بطلة كربلاء السيدة زينب الكبرى عليها السلام. تدعوكم هيئات الشور لحضور مهرجان الشور في نصرة منهج آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة الشامية مسجد السيد محمد باقر الصدر، وبمشاركة عدد من رواديد قصائد الشور الحسيني ونخبة من الذاكرين المبدعين، ولمدة يومين: الخميس 18 من رجب لعام 1439 للهجرة، الموافق 5 من نيسان لعام 2018 للميلاد الساعة 7 مساء، والجمعة 19 من رجب لعام 1439 للهجرة الموافق 6 من نيسان لعام 2018 للميلاد الساعة 2 ظهرا، والدعوة عامة للجميع. للاستفسار الاتصال على الرقم التالي 0780 575 0250.